أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الجمعة 16 من أكتوبر العام 2020، وحلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور ناجي ضد الإلحاد وراء الخلق خالق. وشعار البرنامج: نواجه الإلحاد ولكننا لا نكره الملحدين. وتنويه واجب: هذا البرنامج يثبت بالأدلة العلمية فقط وجود الله، ولا يتعرض لأي أدلة إيمانية، كما لا يدعو لمعتقد بعينه. وحلقة اليوم ومع أجواء كوفيد-19 هي حلقة مثيرة، لأنها بتتعرض لموضوع المناعة اللي هو الخلاص الوحيد بإذن الله من وباء كوفيد-19. والحقيقة الوصول لهذه المناعة بيتم بإحدى طريقتين: يا إما عن طريق مناعة القطيع، يعني بالإصابة الطبيعية بالمرض، ودي فكرة غير أخلاقية، لأن عشان نوصل لـ 60% من البشر يصابوا بالمرض ويجي لهم المناعة الإلهية اللي هي مناعة القطيع، هنفقد قلنا 15 مليون من البشر. الطريقة الثانية اللي هي الأخلاقية، أن العالم دلوقتي بيتسابق من أجل الوصول إلى مصل، يعني نعمل إصابة صناعية بجزء من الفيروس برضو عشان نستثير المناعة الإلهية الطبيعية. يعني في النهاية احنا بنعتمد على المناعة اللي خلقها ربنا، بس طبعا بالأمثال مش هيحصل إصابة بالمرض، وبالتالي مش هيحصل فقدان لأرواح. طيب، المناعة مرتبطة بالخلايا الليمفاوية، عشان كده عنوان الحلقة بتاعت النهاردة هو عجائب الخلايا الليمفاوية. وبعدين عاوزين نقول شوية معلومات. نبتدي بالمعلومة الأولى، إن الخلايا الدفاعية في الجسم هي عبارة عن الوايت بلاد سيلز، كرات الدم البيضاء، أو بنسميها اليوكوسايتس. ليوكو يعني أبيض، وسايت يعني خلية، ودي هي الخلايا الدفاعية. دي المعلومة الأولى. طيب، المعلومة الثانية، إن كرات الدم البيضاء دي خمس أنواع، منها موضوع الحلقة اللي هو الخلايا الليمفاوية، والتي تشكل 25% من كرات الدم البيضاء، وهي دي الخلايا المناعية. المعلومة الثالثة، إن الخلايا الليمفاوية اللي هي 25% من كرات الدم البيضاء بتتميز إلى نوعين، في نوع كبير ونوع صغير، خلايا ليمفاوية كبيرة وخلايا ليمفاوية صغيرة. ليه؟ دول متفقان مع نوعي المناعة. احنا عندنا نوعين من المناعة، خطين للدفاع، في مناعة فطرية اللي هي innate immunity، ومناعة مكتسبة اللي هي acquired immunity. طيب، نبدأ المعلومة الرابعة. يعني ايه ان احنا عندنا خطي دفاع اللي هو innate immunity مناعة فطرية، ووراها acquired immunity مناعة مكتسبة. المناعة الفطرية دي بتتميز بالآتي، ان هو ده خط الدفاع الاول ضد اي خلية عدائية اللي هو المناعة الفطرية، يبقى ده الخط الدفاع الاول وهو الاسرع، نمرة 2، ولكنه غير متخصص. يعني غير متخصص؟ يعني مثلا مكونات او خلايا خط الدفاع الاول دي، اي خلية او اي مكون يمكن ان يتعامل مع اي جرثومة، يبقى غير متخصص. طيب، هنا الخلايا الليمفاوية الكبيرة هي احد مكونات خط الدفاع الاول، لان خط الدفاع الاول دي في حاجات كتير قوي، واحدة منها اللي هي الخلايا الليمفاوية الكبيرة. نيجي بقى الاهم وهو موضوع اليوم، وهو خط الدفاع الثاني، وهو المناعة المكتسبة، الأكوايرد إيميونيتي. المناعة المكتسبة اللي هو خط الدفاع الثاني، ده الثاني هو الأبطأ، وحتى الأبطأ هنا بحب أقولها إيه، slowly but surely، يعني هو الأدق، وهو المتخصص. يعني إيه متخصص؟ يعني كل خلية دفاعية مناعية متخصصة ضد خلية معينة بذاتها عدائية، يعني ما تنفعش غير فيها. خلية معينة ضد فيروس معين، وليكن في مثال النهاردة هو فيروس كوفيد-19،
تصلح ضده نوع معين من الخلايا اللي هي بتاعت المناعة المكتسبة. هنا مين بقى الخلايا الليمفاوية الصغيرة واللي هي بتتميز إلى نوعين بي وسي وتي، وهنعرف بعد كده ليه سموهم بي وتي. هي دي بقى كل مكونات المناعة المكتسبة. يعني خط الدفاع التاني المناعة المكتسبة اللي قلنا التاني اللي هو الأبطأ اللي هو المتخصص، ده لا يشمل غير الخلايا الليمفاوية بنوعيها البي والتي. طيب يبقى دي مثال في الحياة، وهذا الرقم صحيح. نحن في مواجهة 1,000,000 نوع من الخلايا العدائية، خلاص، يقابلها في جسمنا حوالي 1,000,000 نوع طبعا، نفس العدد بالضبط من خلايا مناعية. يعني لو ان في مثلا على سبيل المثال 1,010,000 خلية عدائية، يبقى لازم يبقى في جسمنا ضدهم 1,010,000 خلية مناعية اللي هو خلايا الليمفاوية من النوعين بي وتي، وهنفهم بعد شوية ليه سموهم بي وتي. طب المعلومة الخامسة، واحد يقول لي هو ايه الخلايا والمكونات العدائية اللي انت بتحكي عنها، يعني ايه الكلام؟ فبقول دلوقتي ان احنا في مواجهة عدوين، يا اما مكون عدائي يا اما خلية عدائية. واحد يقول لي يعني ايه مكون عدائي؟ المكون العدائي ده بنسميه أنتيجين، وحتى كلمة أنتيجين كلمة من شقين، معناها حاجة بتعمل جينيسيس أوف أنتيبوديز، من هنا جت كلمة أنتيجين، تكوين أجسام مضاد. وده مثال بسيط، زي مثلا لما إحنا ناكل أكل عندنا حساسية تجاهه، طعام عقار عندنا حساسية تجاهه، ففي هذه الحالة بيحصل تشابك مع جهاز المناعة، حرب تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية. يبقى ده مكون عدائي. أي حاجة في الأكل، أي حاجة موجودة في الجو، في العقار، طعام، ما شابه، بتؤدي إلى حساسية، هي مكون عدائي. ليه؟ لأنه بيشتبك مع خلايا المناعية المكتسبة، المناعة المكتسبة. طب يعني إيه بقى خلية عدائية؟ الخلايا العدائية بحب أقسمها بطريقة لطيفة إلى نوعين. في خلايا عدائية خارجية اللي هي الجرثومية، زي البكتيريا وزي الفيروسات وزي الطحالب، وفي خلايا عدائية داخلية، ودي أول مرة يمكن كتير منكم يسمع عنها، اللي هي زي الخلايا السرطانية. يعني الخلايا السرطانية دي تعتبر خلايا عدائية، وبنتخلص منها عن طريق الخلايا جهاز المناعة اللي هي الخلايا المناعية. واحد يقول يعني أنا أول مرة أعرف إن إحنا السرطان ده بنجابه أساسا بالخلايا المناعية، بجهاز المناعة بتاعنا. طبعا طبعا. أقول لك حاجة ومش عاوز تخضوا، أول مرة تعرفوها، كل يوم حضرتك وحضرتك والعبد الله بيبقى فيه مشروع خلية سرطانية في جسمه، متخافش، طول ما جهاز المناعة والخلايا المناعية قوية هتقتل هذه الخلايا السرطانية أولا بأول. إذن ده يبين لك أهمية إن إحنا نحافظ على مناعتنا بصورة جيدة عشان ما يحصل لنا السرطان، ودي هنعمل عليها حلقة كاملة، إن لازم ناكل كويس، ننام كويس، نإكسرسايز وورك أوت، نعمل رياضة، ناخد فيتامين دي عشان نحتفظ بالمناعة بتاعتنا كويسة، لأن دي وسيلة للتخلص من الخلايا العدائية الداخلية اللي هي أهمها الخلايا السرطانية. طب هل ممكن في خلايا عدائية داخلية تانية غير الخلايا السرطانية؟ آه طبعا. في عملية زراعة الأنسجة، لما واحد يزرعوا له كبد، يزرعوا له كلية، يزرعوا له قلب، طب ده بالنسبة له دي مش خلايا صديقة، دي مش بتاع جسمه، بالنسبة لجهاز المناعة هذه خلايا عدائية، فهتحاول تلفظها. عشان كده في هذه الحالة بنضطر الناس اللي بنزرع لهم أنسجة نضعف عندهم الجهاز المناعي، نقلل عندهم الخلايا المناعية عشان خاطر ما يلفظوش النسيج المزروع. طب وده معناه إيه؟ ان كل واحد زارع كبد او زارع كلية او زارع قلب احنا نقصنا المناعة، يبقى مناعته ضعيفة، يبقى ما يعرضش روحه لجراثيم زي كوفيد 19، لان هو هيبقى اكثر عرضة ان يجيله الاصابة ومضاعفات اكتر. فدي القصة. حتى في السرطان تعالى نرجع تاني، بقولنا السرطان اول مرة نعرف ان كلنا بيجينا كل يوم خلايا سرطانية، لكن مفيش خوف طالما الخلايا المناعية، خلايا جهاز المناعة،
قوية هتلفظها أولا بأول. طيب بنعالج السرطان إزاي؟ كلنا عارفين عن طريق يقول لك علاج كيمائي كيموثيرابي، ندي مواد كيميائية تموت الخلايا السرطانية. النهاردة من سنوات قليلة استحدثوا علاج تاني اللي هو إميونوستيمولان ثيرابي، يعني ندي أدوية ودي غالية قوي تثير تحفز جهاز المناعة عشان يقضي على الخلايا السرطانية. يبقى الجهاز المناعة تعلمنا مش بس انه بيقضي على الخلايا العدائية الخارجية زي الجراثيم الفيروسات والبكتيريا والطحالب، لكن بيقضي كمان على الخلايا العدائية الداخلية زي الخلايا السرطانية وزي الخلايا المزروعة. طيب نيجي للمعلومة السادسة النهاردة، ان هنركز على المناعة المكتسبة الأكوايرد إميونيتي، اللي هي الخلايا المناعة المكتسبة بيقوم بها الخلايا الليمفاوية الصغيرة البي والتي. الموضوع معقد قليلا فأنا هقول كميات قليلة معلومات للتبسيط، وأوريدي كميات قليلة معلومات دي إحنا عموما العلماء في العالم لم نؤتى من علم المناعة إلا قليلا، وده يثبت لك وجود الخالق. إن برغم إن هتنبهر بالقوة الإعجازية وإحنا لا نعلم إلا قليل، فما أدراك بقى بالعلم الواسع بتاع الخالق بالخلقة الحقيقية. إحنا بنعلم حاجة تقول جدا وهنقف قصادها مذهولين أمام هذا الإعجاز في المناعة. فأنا هتكلم دلوقتي على المناعة المكتسبة، عبارة عن أربع عمليات، الحقيقة هي أربع عجائب. أبتدي بالإعجوبة الأولى اللي هي عملية التجهيز. ازاي بنجهز خلايا المناعة وبنسميها البروسيسنج. دي العجوبة الأولى هشرحها في ثلاث نقاط. يعني ايه تجهيز؟ يعني ان كل قلنا في حوالي مليون نوع من الخلايا الليمفاوية الصغيرة اللي هي التي والبي اللي بتقابل المليون نوع من الخلايا العدائية، نوع لنوع في تخصص. فيعني ايه نجهزها؟ يعني نخلي الخلية دي المناعية نحط فيها ريسبتور مستقبل لا يمكنه التعامل غير مع خلية بنوعها عدائية، يعني خلية مناعية معينة لا تستطيع أن تجابه غير خلية عدائية معينة، حاجة زي اللوك أند كي، زي القفل والمفتاح، يعني كل مفتاح لقفل معين. شوف منتهى التخصص، يعني كل جرثومة كل خلية عدائية في العالم وقلنا عددها في حوالي مليون يقابلها في جسمنا مليون خلية مناعية، كل نوع يصلح لنوع واحد فقط. شوف العجوبة الرائعة. يبقى هنجهز مليون جيش، بس ربنا بيجهز من كل نوع كميات عدد قليل من الخلايا. لو حدث وتعرضنا لهذه الجرثومة هذا العدد الصغير يتكاثر ويصبح مستعمرة كبيرة. يعني حضرتك مجهز مليون فصيلة صغيرة جدا لمجابهة المليون عدو اللي موجود اللي ممكن تقابلهم من الجراثيم والخلايا العدائية. في وقت الحرب، في وقت التطاحن، في وقت المعركة، المجموعة الصغيرة دي هتصبح كولوني، مستعمرة كبيرة جدا. يبقى ده يعني ايه تجهيز. طب مكان التجهيز، وده يفهمك ليه بيسموا الخلايا الليمفاوية الصغيرة بيوتي. لو انت بتجهز الخلايا الليمفاوية دي 100% بنجهزها في النسيج الليمفاوي، لو بس بجهزها في نسيج ليمفاوي في الصدر اسمه ثايمس بحرف التي، يبقى ده اسمه تي ليمفوسايتس. لو هجهزها في نسيج ليمفاوي في الطيور اول ما اشتغلوا اسمه البيرسة، فيسموها البي ليمفوسايتس. يبقى التي عشان بتتعمل في الثايمس والبي في البيرسة، حاجة زي ما اقول انت من القاهرة فانت قاهري، أنت من الأسكندرية فأنت اسكندراني، فالبي بتتعمل في البيرسة والتي بتتعمل في الثايمس، ده المكان. نيجي للنقطة الثالثة، الزمان. تفتكر إمتى بيتم تجهيز الخلايا المناعية دي؟ واحد قال لي 100% في الجنين قبل ما نتولد، قبل ما نجابه الحياة بمخاطرها بالجراثيم اللي موجودة فيها، وهذا حقيقي. معظم تكوين الخلايا المناعية دي بيحدث ونحن أجنة. وهنا بقى عاوز أتكلم على أعجوبة، بس عاوز تركز معايا فيها إنها جميلة جدا جدا. هذه الأعجوبة تصور إن قصاد
المليون نوع تقريبا من الخلايا العدائية، احنا واحنا اجينا بنجهز بالظبط نفس العدد من الخلايا المناعية. طب يعني احنا بنعمل سلاح مضاد ضد أسلحة لم نراها بعد. يبقى 100% في خالق عليم حسيب بصير مقدر، ادي الأسلحة اللي هنجابها ولازم نعمل لها بالظبط أسلحة مضادة. شيء رائع، خد الأروع. ده انت مش بس بتعمل أسلحة مضادة ضد أسلحة لم تراها بعد، لأنك انت جنين لسه ما اتولدتش، جهزت أسلحتك قبل ما تشوفها. ده انت بتعمل أسلحة مضادة ضد أسلحة لم يتم خلقها بعد. واحد يقول لي مش فاهم، فاهمني حضرتك، الكوفيد 19 ده، هو كلمة 19 دي جابوها منين؟ الكوفيد 19 يعني الكورونا فيروس ديزيز اللي حصل في عام 2019. يبقى هذا الفيروس أول ظهور ليه كان العام الماضي في سنة 19، ومع ذلك كل الناس في الدنيا مولودة عندها خلايا مناعية ضد هذه الخلايا العدائية، ضد هذا الفيروس اللي كان مش موجود أساسا. الله، يعني إزاي أنا جهزت خلايا مناعية ضد جرثومة ما كانتش موجودة هتتوجب بعدين؟ وده السبب ليه أكتر من 99% من الناس اللي جالهم الفيروس قدروا يقاوموه وتشافوا وتعافوا، لأن عندهم من الأول خلايا مناعية مخصصة لهذا النوع الذي كان لم يخلق بعد. طب بالله، دي من أهم إثباتات وجود الخالق. يبقى ده ما يخليكش تفكر إن وراء الخلق ده خالق عليم بصير حسيب قادر ومقتدر، قدر إن في سنة 2019 هتطلع جرثومة جديدة، فمن الأول كل الأجنة كونوا ضدها الخلايا المناعية المناسبة اللي قلنا زي نظرية المفتاح والقفل. ده لا يصلح غير في ده. دي أنا ما بقعد أتأمل فيها، دي لوحدها وزيها ملايين المعلومات تخليني أؤكد أنه وراء الخلق خالق، لا هي عشوائية ولا هي صدفة. طيب، دي أول إعجوبة اللي هي إعجوبة التجهيز. تعالى العجوبة الثانية بقى، عجوبة التعرف. إزاي الخلايا المناعية هتتعرف على الخلايا العدائية؟ خد بالك إن الخلايا العدائية دي ما بتدخل جسمنا بتبقى موجودة ضمن تريليونز أوف سيلز، تريليونات من الخلايا الصديقة بتاع جسمنا. فإزاي هتعرف إن دي خلايا صديقة ما تصيبهاش ودي خلايا عدوة تموتها؟ ده بيتم بطريقتين. من الأول شوف الروعة، إن كل خلايا جسمك اللي هي تمثل الخلايا الصديقة ربنا حاطط على جدارها علامة زي الباج كده، تعلمها دي تبعنا، دي صديقتنا، دي ما تتضربش. بروتين موجود على كل خلايا جسمك تقريبا معظمها، يخلي الخلايا المناعة تقول دي خلايا صديقة مش خلايا عدوة، دي ما نضربهاش. اسمه ايه البروتين ده؟ اسمه ميجور هيستو كومباتبل كومبلكس، MHC. كومبلكس يعني مركب يقول هيستو كومباتبل، ان النسيج ده مناسب موافق لينا، ده بتاعنا. فاللي ما عليهوش MHC ده، النسيج البروتين الموافق، يبقى ده خلية عدوة يبقى نضربها. تصور شيء رائع. تاني حاجة، احنا قلنا يوجد نوعان من الخلايا المناعية اللي هو البي والتي. وتملي بقولها كنت في الجامعة ان البي ليمفوسايتس، خلايا ليمفوية من النوع بي، دي اساسا ضد البكتيريا، حتى ماشية الاتنين بحرف البي، البي ضد البكتيريا، البي مع البي. طب هل البكتيريا دي حاجة ممكن تختلط على الخلايا المناعية، ان دي جسم ولا مش جسم؟ لا ما تختلطش، عشان كده هنا التعرف مباشر. يعني البي بتتعرف على البكتيريا بصورة مباشرة، مش عاوز اي تعاون، لان مش هتلخبط البكتيريا مع خلايا الجسم. لكن تعالى النوع التاني من الخلايا المناعية اللي هي الخلايا المناعية تي. دي ضد مين بقى؟ دي ضد الخلايا العدائية الداخلية اللي هي الخلايا السرطانية. طب ده الخلايا السرطانية دي، فكر معايا، امبارح كانت خلية عادية في الجسم صديقة، ثم بدأت تتحور لخلية سرطانية، ومفروض انها تكتشفها مش بعد ان تتحور، تكتشفها في بداية التحور، وهي لسه شكل الخلايا الصديقة اللي جنبها بس بدأت تتحور، فلازم تلقطها. يبقى هنا خلايا تي بقى بتميز بين خلايا عدائية شبيهة بالخلايا الصديقة، خلايا
السرطانية كانت امبارح خلايا طبيعية، النهاردة بدأت تتحول لخلايا سرطانية. أو المثال الثاني، لما نزرع كلية أو نزرع كبد، ده احنا بننقي كبد أو كلية من بشر زي حضرتك، يعني مشابه لك تماما، ومش بشر عادي، واحد يشبهك تماما في الجي في الانتيجنز، يعني عشان خاطر ما يلفظهاش. فاحنا بنحاول نلخبط خلايا المناعة، بنحط حاجة مشابهة عشان لا يتم لفظها. ومع ذلك الخلايا المناعية من التي ممكن تقول الكلية دي مش بتاعتك، الكبد ده مش بتاعك، رغم التشابه الرهيب ما بينهم ورغم التجارب اللي عملناها للتشابه، فبتكتشفها. عشان كده حتى بنضطر ننقص المناعة في الناس اللي بنزرع لهم الأنسجة دي. طب هنا بقى التعرف صعب، لأن الخلايا العدائية مشابهة للخلايا الصديقة، وزي الفيروس. ما هو الفيروس ده، انت عارف ايه الفيروس ده؟ ده حمض نووي زي الأحماض النووية اللي في جسمك. ده اكشوالي خلايا جسمك هي اللي بتستنسخ الفيروس، يعني بيدخل فيروس واللي يعمل الفيروسات دي ويكترها مش الفيروس نفسه، خلايا الجسم يستنسخ نفس الحمض النووي. فهنا في النوع التي عاوزة معاونة. فتصور في حاجة جميلة جدا، دي احد العجائب اللي بستغرب فيه قوي، في خلايا في الجسم اسمها انشن بريزنتنج سيلز، تعرض تيجي كده على الخلايا اللي هي التي دي اللي لازم تميز خلايا صديقة من خلايا عدائية شبهها، وتعرض عليهم الاثنين، الخلية العدوة والخلية الصديقة، وتقول لهم خدوا بالكم الفرق ما بينهم، وتسهل عليها أكتر إن هما متشابهين جدا، إنها تهضم معظم مكونات الخلية العدائية لحد الجزء اللي مختلف عشان تقدر تشوفها بسهولة. حاجة بشبهها زي ما يودوا خبير كده في البنك يجيب الموظفين يقول لهم تعالوا علمكوا ازاي تميزوا النقود الجنيه المزيف من الجنيه الغير مزيف. ما ينفعش يوريهم الجنيه المزيف بس، فكر فيها، لازم يجيب لهم ادي الجنيه الحقيقي وادي الجنيه المزيف، خدوا بالكم فين الفرق، ومش كده بس، ويشير لهم الى الفرق، شوفوا الفرق في الملمس، شوفوا الفرق في الالوان، شوفوا الفرق في الطباعه دي ودقتها، يعني لازم يوريهم الاثنين. تصور نفس الكلام ده بيحصل في حالة الخلايا المناعية تي، لأنها مفروض تميز خلايا صديقة من خلايا عدوة مشابهة ليها تماما، خلايا سرطانية مشابهة للخلايا الصديقة. فبواسطة الخلايا دي، إيه الروعة دي؟ دي كانت الإعجوبة الثانية في إعجوبة التمييز. البي بتميز بكتيريا، البكتيريا ما تتلخبطش مع خلايا الجسم، التمييز مباشر. إنما التي بتميز خلايا صديقة مشابهة للخلايا العدائية، عاوزة خبير presenting cells يوريها الخليتين ويشيل لها مكونات الخلية العدائية ويظهر لها الفرق، يقول لها أدي الفروق عشان ما تلخبطيش، تضربي الخلايا العدائية وما تضربيش الخلايا الصديقة. إيه العظمة دي؟ دي عشوائية؟ دي صدفة يا جماعة؟ إيه الكلام ده؟ نيجي العجوبة الثالثة، عجوبة التميز، differentiation. إن الخلايا المناعية بتاعت خط الدفاع الثاني اللي هو المناعة المكتسبة الأكوارد إميونيتي بتتميز إلى نوعين من الخلايا، ودي حاجة رائعة. خلايا تشترك في المعركة الحالية الحاضرة مع الخلايا العدائية. طب حلو خالص، ما هو طبعا عشان تقضي على الخلايا العدائية اللي دخل جوه الجسم. الأروع، واسمع دي بقى، ومجموعة تانية من الخلايا ما تشتركش في المعركة الحاضرة، يسموها ميموري سيلز، خلايا الذاكرة، تقعد تجمع المعلومات بس عن الخلايا العدائية اللي دخلت، ما تشتركش في المعركة. طب ليه بتجمع المعلومات؟ عشان لو نفس الفيروس، نفس البكتيريا، نفس الجرثومة بعد سنين طويلة دخلت، يبقى المعلومات جاهزة عندنا، يبقى إنتاج المناعة أسرع وأوفر. وهي دي فكرة الأمصال، إن إحنا تكوين خلايا الذاكرة دي بتاعت المعركة القادمة، إن إحنا بنفتعل معركة في شنك، نديك جرثومة يا ميتة فمش هتعمل لك إصابة، يا مستضعفة مش هتعمل لك إصابة، أو جزء من الفيروس. فالجسم يتفاعل ينتج تي وبي لينفوسايتس للمعركة الحالية، مش هي ده اللي يهمنا، وينتج خلايا ذاكرة تسجل كل حاجة عنه، عشان إذا دخل تاني بقى الفيروس الحقيقي، بقى مش المستضعف أو الميت أو الجزء، إذا دخل عندنا المعلومات عنه، فبسرعة تبقى المناعة أسرع وأوفر ونقضي عليه فلنصاب بالمرض. أدي فكرة التطعيم، هو إن التطعيم بيفتعل معركة في شنك
مش عشان انتاج الخلايا المناعيه الحاليه، انما انتاج خلايا الذاكره اللي هي تسجل كل حاجه عن هذا الجرثومه، عن هذه الخليه العدائيه، عشان لو اصابتنا ولو بعد سنين نبقى جاهزين، يبقى الانتاج اوفر واسرع، فلا يصاب الشخص بمرض وبتبقى بالعكس جات له الجرثومه بس ما فيش اعراض مرض، كانه اسيمتوماتيك بلا اعراض، وادام بلا اعراض يبقى بالتالي ما فيش حالات وفيات. ده فكره التطعيم. شوف الروعه، شيء لا يمكن تصديقه. طب نيجي بقى في المعركه الحاليه بنشتغل ازاي. البي ليها نظام غير التي ليمفوسايتس. البي ليها ضد البكتيريا، ليها نظام معين انها بتنتج اجسام مضاده اميونوجلوبولينز، خلاص تملى بيها سوائل الجسم، عشان كده بيسموها المناعه عن طريق السوائل، هيومورال اميونيتي، لانها البي بتنتج اجسام مضاده تملى سوائل الجسم. وخد بقى المعجزه انها معدل انتاج الاجسام المضاده، تصور، صدق ولا تجزئ ولا تكذب، الخليه الواحده بتنتج، افتح ودنك، 2000 جسم مضاد في الثانيه. يا نهار ابيض، في الثانيه 2000؟ اه تمام. والخلايا دي بتنتج، قلنا كل خليه عدائيه ضدها نوع معين من الاجسام المضاده زي المفتاح والقفل، لانها مناعه متخصصه. لكن يمكن الاجسام المضاده دي حسب التشابه قسموها لخمس مجموعات، مش هدخلكم فيهم، ماشيه مع حروف كلمه ماجد ام اي جي اي دي، انما انا يعنيني للمستمع غير المتخصص يعنيني نوعين، الاميونوجلوبولينز ام والاميونوجلوبولين جي، الاي جي ام والاي جي جي. حاجه رائعه برضه لا يمكن تصدقها، اول ما بيدخل الجرثومه الخلايا المناعيه بتنتج من البي نوع، بينتج الاميونوجلوبولينز ام. الاميونوجلوبولينز ام ده بسميه زي الصاعقه، ده الانتي بودي الوحيد كبير جدا، عشان كده سموه ام، ماكرو كبير، يقدر الانتي بودي الواحد يمسك 10 خلايا عدائيه. تصور الانتي بودي الواحد اللي احنا بننتج 2000 في الثانيه يمسك 10، فده بينتج في البدايه خالص، زي بقول قوات الصاعقه اللي هي تبتدي المعركه بقوات عددها قليل بس كفاءتها عاليه، تجهز مسرح العمليات. هو ده الام، كميات قليله من الانتي بوديز، كل انتي بودي كفاءته عاليه يقدر يمسك 10، يجهز مسرح العمليات. وده بيعلن وجود الاميونوجلوبينز ام، ده يبين لنا في الطب ان عندك اصابه حديثه بالفيروس. بعد كده يدخل اميونوجلوبين جي، ده كميات زي الجيش بقى، كميات كبيره والكفاءه اقل، الانتي بودي يمسك 2 بس ما يمسكش 10، وده يعلن ان في مناعه. يبقى لو انا قست في الدم بتاعتك لقيت فيه الاي جي ام، يبقى دي في اصابه حديثه، قوات الصعقه طلعت هي تشتبك، الاشتباك حديث. انما لو لقيت اميونوجلوبولين جي يبقى معناها مناعه. وهنا نقطه مهمه برضو في فهم المناعه، كل ما كان مده الاميونوجلوبولين جي في الدم بتاعتك طويله يبقى المناعه تجاه هذه الجرثومه والخليه العدائيه طويله. عشان كده في ناس يقول لك ايه في الكوفيد 19، ناس يقول لك ما بتاخدش مناعه غير سنه، وناس يقول لك 6 أشهر بس. بيعرفوها ازاي؟ بيشوفوا مستويات الاجسام المضاده الاي جي جي اللي اسمه مناعه موجوده عاليه، يبقى طول ما في اميونوجلوبين جي انت عندك مناعه، قلت او انخفضت او اختفت يبقى المناعه راحت. فلو الاميونوجلوبين جي موجوده على طول تبقى نسميها مناعه ثابته، سوليد اميونيتي، موجوده لفتره معينه يبقى تمبرالي اميونيتي. ده ازاي بنعرف؟ يبقى البي بتنتج نوعين من الاجسام المضاده، الام اول ما يحصل لك اصابه يبقى وجود الام يعلن ان في اصابه حديثه، والجي يعلن ان في مناعه. كلما كان عندك الجي فتره طويله يبقى المناعه لهذا المرض فتره طويله، قليله يبقى قليله. سهله جدا بنعرف هل في اصابه حديثه ولا لا، وهل في مناعه طويله ولا مناعه قصيره. نيجي التي بقى، التي بتشتغل بطريقه تانية خالص. التي بنفسها بتشتبك مع الخليه العدائيه، تخرمها، ثقبها زي ما بقول كده، ضربا بالرصاص ثقبها فتموت. وتخيل برضو الخليه التي تقدر في الجولة الواحدة بموت كام خلية عدائية؟ الخلية التي المناعية في الجولة الواحدة بموت 100 خلية عدائية. يبقى قلنا البي بتنتج 2000 جسم مضاد في الثانية، التي في الجولة الواحدة بتموت 100 خلية عدائية، وبموتها زي تثقبها بتشتبك معاها بنفسها، عشان كده السيل بتشتبك مع السيل فيسموها سيلولار اميونيتي.
المناعة الخلوية، إنما البي سموها المناعة السائلة لأن بتنتج أجسام مضادة في سوائل الجسم. تمام؟ طيب، أما قلنا بقى النوع الثاني اللي هو بقى خلايا الذاكرة لسه قلنا عليها، اللي هو يعني في التي والبي، في منهم خلايا لا تشتبك في المعركة الحالية إنما تجمع المعلومات عن الخلايا العدائية عشان المعركة القادمة الآتية. دي يسموها الميموري سيلز الذاكرة، قلنا هي دي فكرة التطعيم، إن إحنا بنفتعل معركة في شنك نديك فيروس أو جرثومة مستضعفة أو ميتة أو جزء منها، فنستفيد بإيه؟ ما أنت ما مش هتعمل لك حاجة، دي مش هتعديك لأن ده جزء فيروس مستضعف ميت حتة منه، مش هيعمل لك إصابة، إنما يعمل لك خلايا الذاكرة تسجل كل حاجة عن الجرثومة دي، فلما يحصل هجوم حقيقي بعد كده أنت خلاص عندك المعلومات، يبقى المناعة أوفر وأقوى، فما تصابش بأي أعراض، تبقى أسيمتوماتيك لا أعراض، وطبعا ما يحصلش وفاة. دي فكرة التطعيم. نيجي العجوبة الرابعة اللي هي عجوبة التواصل. تصور التواصل مهم جدا بين الجيوش اللي هو الكوميونيكيشن. أنا فاكر في الحرب العالمية الثانية اتهزمت لي ألمانيا، إن ألمانيا لما دخلت روسيا وخطوط التواصل بقت طويلة جدا وجه الشتاء عليهم في 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 روسيا، اتقطعت خطوط الاتصالات بين القادة في ألمانيا وبين الجنود في روسيا، فاتهزمت ألمانيا. فالتواصل ده مهم جدا. تصور ان احنا عندنا قادة لخلايا المناعة البي والتي، عندنا قادة ليهم اسمهم هيلبر سيلز، هيلبر يعني الخلايا اللي بتساعد، الهيلبر 1 تساعد التي والهيلبر 2 تساعد البي، ليمفوسايتس الخلايا الليمفوية اي تي وبي، وحتى كنت بحفظها للطلبة عشان ما يلخبطوهمش، كنت اقول لهم افتكر هيلبر 2 بتاعت البي، ما هو بي هو الحرف الثاني اي بي ورقم 2 هو الحرف الثاني، فالهيلبر 2 دي قائد البي والهيلبر 1 دي قائد التي. طب ازاي بقى القادة دول بيتواصلوا مع الخلايا دي ويدوهم المعلومات ويحفزوهم على انتاج الاجسام المضادة وعلى التعامل وايفن يتواصلوا مع بعض؟ احنا بنتواصل مع بعض بالانترنت، ايميل. عارف ايه اختصار ايه؟ الكترونيك ميل، يعني التواصل بتاعنا باشارات كهربائية. الخلايا كرات الدم الليمفاوية اللي هي كرات دم بيضاء بتتصل، عندها ايميل برضو انترنت اسمه انترلوكينز، يعني الانترنت بتاع الليوكوسايتس، بس هنا الاشارات مهاش كهربائية، اشارات كيميائية، مواد كيميائية. يبقى احنا بنتواصل بالايميل الكترونيك ميل، هم بيتواصلوا بكيميكال ميل اللي هو الانترلوكينز. فدي مهمة جدا، دي عجوبة، ان ما هو لو ما فيش تواصل بين القادة وما بين التي والبي وما بين أنماط الجيش هنهزم. وعلى فكرة في خط الدفاع الثاني اللي هو المناعة المكتسبة غير مصرح ان احنا نفقد ولا معركة واحدة، لان لو فقدت معركة واحدة هي الاولى والاخيرة، يا تنتصر يا تهزم فتموت، فما فيهاش كلام. طيب هقول بقى خمس هوامش وتطبيقات اكلينيكيه مهمه جدا. ان فيروس الايدز اللي هو من اخطر الفيروسات، ليه خطير جدا؟ لانه بيضرب القاده الهيلبر 1 بتاعه التي والهيلبر 2 بتاعه البي، ده فيروس الايدز. تاني حاجه المناعه الذاتيه، امراض المناعه الذاتيه يعني ايه؟ يعني فيلير اوف ريكوجنيشن، الخلايا المناعية مش عارفة تميز الخلايا الصديقة من الخلايا العدائية، فبدل ما تضرب الخلايا العدائية، خلايا المناعية بدل ما تضرب الخلايا العدائية بتضرب الخلايا الصديقة اللي هي خلايا الجسم، فدي أمراض المناعة الذاتية وهي أمراض مميتة. طيب المعلومة الثالثة، قلنا إن السرطان بنتخلص منه أساسا بالخلايا المناعية اللي هي التي، وعش كده مهم قلنا وعدها تاني ان احنا يبقى عندنا مناعة كويسة مش بس ضد الجراثيم عشان ما يجيلك السرطان، تنام كويس، تاكل كويس، تكسر سايز، تاخد فيتامين دي تقوي. معلومة الاربعة زراعة الانسجة. طب انا ما بزرع نسيج ممكن خلايا المناعية تعتبر النسيج ده اللي جايبه من واحد تاني نسيج عدائي غريب عني فتلفظه، فالحل ايه؟ فكر معايا ان احنا ندي ادوية تثبت الخلايا المناعية. يبقى لما هنثبت الخلايا المناعيه مناعتك كلها هتقل، فلا هتلفظ النسيج المزروع ولا مقدرتك على لفظ الجراثيم هتبقى كويس. عشان كده كل الناس اللي زرع انسجه يا جماعه ما تتعرضش لمرضى عندهم كوفيد 19 او غيره، لان هم مناعتهم قليله.
وكذا الست الحامل. افهم الحامل ليه؟ ست الحامل عندها البيبي جوه بطنها، ده بالنسبه لها نسيج غريب، فعشان ما تلفظوش ربنا عمل ايه؟ طول ما هي حامل بينقص جهاز المناعه، بيخفض من قوه جهاز المناعه، بس حاجه ربانيه عشان ما تلفظ، ما تعتبرش الجنين اللي جواها ده جسم غريب عنها وتلفظه. عشان كده بنقول الست الحوامل بيبقى مناعتها قليله، لان ربنا مقلل لها المناعه عشان ما تلفظش نسيج، يبقى ما تتعرضش لكوفيد 19 بيشنت، ما تعرضش المريض بكوفيد 19 او اي مريض اخر، لان مناعتها قليله. اللي زارع انسجه ما يتعرضش لكوفيد 19 بيشنت، وهكذا. وبعدين خامس تطبيق قلناه هو التطعيم. ما هو فكرة التطعيم؟ بقولها المرة الثالثة. بندي جرثومة مستضعفة أو ميتة أو جزء من فيروس مثلا، فبنفتعل معركة في شنكن الدهلك، فأنت هتثير جهاز المناعة ضده. احنا بنهتم بقى مش التي والبي لينفوسايتس بتوع المعركة الحالية، اللي ما فيش معركة حالية، ده حاجة ميتة، الميموري سيلز اللي هي بتسجل كل حاجة عن هذه الجرثومة. فلو الجرثومة الحقيقية هجمتك بعد كده، المعلومات مسجلة، يبقى إنتاج خلايا المناعية والمناعة أوفر وأقوى، وده فكرة التطعيم. يبقى لما تبص برضو التطعيم ما هو إلا إيه؟ إن إحنا بنستثير المناعة الإلهية، زي ما بقول دائما أبدا، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. إحنا أساسا عايشين بخلق الخالق، بالمناعة الطبيعية. إحنا ما عندناش حاجة، إحنا بندي حاجات تشجع تثير تحفز المناعة اللي حاططها فينا ربنا. طيب هنا عاوز أقول حاجة، السؤال بقى، إن المناعة زي ما قلنا هي، شفنا في العجائب الأربعة بتاعت المناعة، شفنا أول أعجوبة اللي هي أعجوبة البروسيسنج، التكوين، إزاي ان تم تكوين خلايا مناعيه ضد كل الخلايا العدائيه اللي ما شافتهاش، اللي موجوده في الكره الارضيه كلها واللي هتتكون مستقبلا. ايه ده؟ يبقى لازم وراء هذه القصه خالق عليم بالامور، بصير شايفها، حاسبها، قادر مقتدر. ما ينفعش ان احنا نكون حاجات ضد حاجات ما شفناهاش، وحاجات لسه ما اتكونتش هتتخلق، الا اذا كان في تقدير سابق. دي اكبر حاجه تثبت وجود الخالق، دي اول حاجه. اثنين، ان شفنا عمليه التعرف الريكوجنيشن، ازاي في خلايا تساعد الخلايا انها تعرف الخلايا الصديقه من الخلايا العدائيه لو كانوا متشابهين، زي الخلايا السرطانيه وزي في زراعه الانسجه، ازاي تعرض لها الجنين السليم والجنين المزيف وتشيل كل حاجه متشابهة وتسيب لهم الاختلاف بس عشان يقدروا يلقطوه. ثم بعد كده العملية الثالثة قلنا التميز إلى مجموعتين من الخلايا، خلايا تشتغل دلوقتي مع الخلايا العدائية اللي هجمتنا دلوقتي، وخلايا الذاكرة اللي تسجل كل حاجة عشان لو هجمتنا بعد كده يبقى المناعة أوفر وأسرع. ودي فكرة التطعيم، إن احنا نفتعل معركة أولى ملهاش قيمة، مش هيحصل فيها حاجة، لأنه فيروس ضعيف أو ميت او جرثومه ميته او ضعيفه او جزء من فيروس، فتتكون الخلايا الذاكره، تبقى عندك المعلومات لما تهاجمك تاني المناعه تشتغل اسرع. ثم العجوبه الرابعه، عجوبه التواصل، اللي هو في تواصل ما بين هذه الخلايا. السؤال اللي قلته، وانا زي ما قلت القليل جدا مما اعلم، والعلماء وورد وايد لم يؤتوا من علم المناعة إلا القليل، كثير هناك عند ربنا. هل بهذه الصورة يصلح اللي أنا شرحته ده إن تكون وليد صدفة؟ أنا قلت الصدفة ليس بشيء لينتج عنها شيء، لا شيء يستحدث من العدم. هل ممكن تبقى عشوائية؟ قلت العشوائية دي عشوائية من اسمها، يبقى زي ما تنتج الصالح حاجات حلوة تنتج الطالح حاجات وحشة، وطبعا لا يمكن تنتج حاجات معقدة ومتكاملة ومثالية. وبدي مثال هنا صغير قوي، هاخد مش بقى الخلايا الرهيبة اللي اتكلمت عليها، هاخد أسهل مثال لبنية صغيرة في الدنيا، لا الأهرامات من 2500 سنة عملها المصريين قبل الميلاد. إيه الهرم ده؟ بنيان بسيط، مجموعة أحجار متساوية، بتحط كميات كبيرة عند القاعدة وبعدين تقلل عدد لحد ما عند القمة تبقى أقل عدد. بنيان بسيط جدا، لا في كهرباء ولا في مجاري ولا في أي حاجة.
حلو كده. في مصر عندنا بيقولوا اكتر من 80 هرم، بعض الناس تقول 118، ناس تقول 138. ده من اللي عمله الانسان اللي عمل ده يعني بناء الاهرامات ده، المصريون هم اللي بنوا الاهرامات. طب على طول مسطح الكره الارضيه وهو حوالي 510 مليون كيلومتر مربع، في زمان وعمر الكره الارضيه اللي هو حوالي 5 مليار سنه، ما شفناش بنيان بهذه التفاهه البساطه. الهرم كده اتعمل شويه احجار كده متساويه وقعت وراحت رصه روحها وعامله هرم. يعني الهرم الذي هو بناء بسيط لم يمكن تكوينه لا بالمصادفه ولا بالعشوائيه. عشان الناس اللي هم الناس الملحدون اللي بيقولوا ان ده ممكن يبقى مصادفه وممكن يبقى عشوائيه، ازاي يعني؟ وروني هرم واحد على بساطه تكوينه اتعمل بمصادفه او بعشوائيه. يا ايها الملحدون، الا تبصرون فتتبصرون فتؤمنون في جهاز المناعه؟ وانا لم اقل الا النذر القليل من المعلومات. هذا يثبت جهاز المناعة ومثل ملايين الإثباتات. الحلقات لن تنتهي حتى تنتهي ديفينتلي، عمري بدري جدا قبل أن أذكر إلى النذر القليل من الأدلة العلمية التي تؤكد أن هناك ورق الخلق قوة نسميها الخالق الحكيم البصير الحسيب القادر المقتدر، نسميها نحن المؤمنون الله. وفي النهاية أشكركم لحسن متابعتكم، وأسأل الله لجميعكم دوام الصحة وزوال الغمة، وإلى أن نلتقي مجددا وحلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور ناجي ضد الإلحاد، وراء الخلق خالق. أستودعكم الله وشكرا.